اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من زوايا الحدث، ونخصصها اليوم للحديث عن انتهاكات جماعه الحوثي الاخيره في تعز وتبعاتها الانسانيه والسياسيه. استشهد طفل واصيب شقيقه برصاص قناصة تابعين لميليشيا الحوثي شمال المدينة غدا مجزرة استهداف سجن النساء. قال مراسل قناة بلقيس ان قناصة الميليشيا المتمركزة في منطقة عصيفرة استهدفوا طفلين اثناء خروجهما من منزلهما، ما ادى الى استشهاد احدهم واصابة اخر بجروح بالغة. في وقت سابق طالبت الحكومة بموقف اممي تجاه مقتل وجرح عشرات السجينات في قصف لميليشيا الحوثي استهدف السجن المركزي في تعز، كما طالبت وزارة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والصليب الأحمر باتخاذ موقف جاد لإدانة هذه الجريمة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذه الجريمة، ولماذا اختارت الميليشيا هذا التوقيت لتصعد ضد المدنيين في تعز، وما الذي عملته السلطة المحلية والجيش لحماية المدنيين. إذن قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة مشاهدينا، نذهب لمتابعة التقرير التالي. لم تجف بعد دماء جريمة قصف نزيلات السجن المركزي بمحافظة تعز حتى استشهد طفل في شمال المدينة وأصيب شقيقه برصاص قناص حوثي أثناء خروجهما من منزلهما في منطقة عصيفرة. قنص الأطفال واستهداف النساء هواية تستمر ميليشيا الحوثي في ممارستها رغم انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، الوباء الذي فتح نافذة أمل لإطلاق سراح نزيلات السجن المركزي بتعز، لكن وباء الميليشيا كان لهن بالمرصاد، حيث استهدفت ميليشيا الحوثي السجن بعدد من القذائف، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 سجينة. الاعتداء الحوثي على السجن الكائن في منطقة الضباب بتعز أتى بعد دعوات أممية ومناشدات محلية بضرورة الإفراج عن سراح جميع المختطفين والمعتقلين من جميع الأطراف تحسبا لتفشي فيروس كورونا بينهم، لكن الميليشيا الحوثية وفق بيان رابطة أمهات المختطفين قصفت السجن المركزي رغم كونه ضمن الأعيان المدنية المحمية باتفاقية جنيف. القصف الحوثي على السجن تم بنية مسبقة بحسب بيان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي اتهم الحوثي بتعمد إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات، ما يجعل هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأكد المرصد على أن استهداف الفئات الأشد ضعفاً يثبت أن جماعة الحوثي غير جادة في وقف إطلاق النار، ما يلزم البعثة الأممية إرغام أطراف النزاع على البدء بحوار إنهاء الحرب في اليمن. إفشال مساعي إطلاق السجناء كان هو هدف الاعتداءات الحوثية الأخيرة وفق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، وهو ما يستدعي من العالم كما يقول مركز المعلومات والتأهيل مراجعة ضميره، خصوصا وهو يحتفل باليوم العالمي للضمير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي. مرحبا بك سيد توفيق. دعنا بداية نتحدث ونذكر المشاهدين بالتوصيف القانوني لهذه الانتهاكات ضد المدنيين. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. التوصيف القانوني في هذه الجرائم إنها جرائم إنسانية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية روما وموجب أيضا اتفاقية جنيف الأربعة التي تحرم استهداف المدنيين، بل أنها تحرم استهداف المواقع العسكرية إذا كان هنالك ضرر محقق من استهداف هذا الموقع العسكري. ونصت الاتفاقيات والمواثيق الدولية على وجوب استخدام أسلحة دقيقة أو عالية الدقة في حالة استهداف مواقع عسكرية في مناطق سكانية، وبالتالي نحن أمام واقعة فيها استهتار واستخفاف كبير بالقانون الدولي وبأرواح المدنيين على حد سواء. أن تقوم باستهداف منشأة عامة في وسط منطقة سكانية بهذه الطريقة يؤكد أن الجماعة كانت يعني أن العملية مقصودة،
نحن في منظمة سام بعد 5 دقائق سنصدر بياننا عن هذه الواقعة، والذي تضمن شهادة نزيلات السجن والتي تحدثنا بكل وضوح على أن القذيفة الأولى والقذيفة الثانية والقذيفة الثالثة، بمعنى أن هنالك استهداف متعمد لقسم النساء في توقيت يعلم الجميع أن النساء يخرجن من داخل العنابر ليجتمعن في باحة واسعة بسبب الحر الذي يعانين منه، وبالتالي جاءت القذيفة في مثل هذا الظرف. وبالتالي إضافة إلى أن الجماعة الحوثي كانت قد استهدفت السجن في فترات سابقة، بمعنى أن لديها إحداثيات دقيقة وواضحة من استهدف السجن المركزي. وبحسب راصدي منظمة سام ومعرفة ميلان القذيفة والآثار التي تركتها على الأرض، إضافة إلى شهادة الشهود، تؤكد بأن القذائف جاءت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي، برغم أن المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي قبل قليل نفى أن تكون جماعته قد استهدفت نزيلات السجن المركزي في تعز. اليوم نحن أمام مفترق طرق، يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية تطالب بها الحكومة الشرعية، أو لجان التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تحقق في الشأن اليمني، وتنزل إلى محافظة تعز إلى مسرح الجريمة وتتحقق بإمكانياتها العالية وتستمع إلى الشهود وتستمع إلى الضحايا ثم تخرج تقرير مفصل في ذلك. لكن نحن كمنظمات نحن على يقين من خلال المعلومات الأولية أنه هنالك اتجاه كبير جدا على أن هذه القذائف جاءت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي. ولكن ما الغرض أستاذ توفيق من هذه البيانات والتقارير المتتالية طوال 5 سنوات اللي كانت لا تؤدي إلى يعني أعمال على توقف هذا الاستهتار الذي وصفته من قبل الحوثيين؟ سأعود إليك أستاذ توفيق، دعني أرحب معنا نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بالمحافظة الذي ينضم إلينا من تعز. مرحبا بك سيد نجيب. إذن كما وصف الأستاذ توفيق أنه ربما استهداف معمد، وذلك ما يشير إليه استهداف السجن بقذائف متتالية وكأن لديهم إحداثيات الهدف، ما الغرض من استهداف سجن للنساء؟ ما الذي سيكسبه الحوثيون باستهداف مكان مدني كهذا؟ أهلا وسهلا أختي العزيزة. أولا أحب أن أوضح لك أن الميليشيات الحوثي منذ 5 سنين ليس لها هدف سوى قتل أبناء تعز وقتل تعز بأكملها، وتمنوا في أكثر من لقاء لقياداتهم وفي عبر تغريداتهم بأنهم تمنوا أن يفنوا تعز عن ذكرة أبيها، وبالتالي منذ 5 أعوام ليس لهم أي هدف سوى القتل المتعمد، ولا يفرقون أصلا بين مقاتل أو بين طفل أو بين امرأة بين سجين وبين حر، وبالتالي لا يوجد هدف معين للحوثيين سوى هو إثارة الرعب ومزيدا من القتل، مزيدا من إسالة الدماء، مزيدا من الانتهاكات، وهذا هو هدفهم الرئيسي منذ أن حاولوا من عام 2015 احتلال محافظة تعز، وحينما وجدوا قوة تتصدى لهم وتحبط مشاريعهم الطائفية والعنصرية لجأوا إلى القتل المتعمد منذ 5 أعوام، وما حدث يوم أمس وربما ما حدث اليوم من قنص الأطفال ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة من جرائم انتهاكات الحوثية المستمرة على محافظة تعز وعلى أبنائها. وبالتالي لا تستغربوا ولا نستغرب نحن إن تجدد القتل يوميا، فذلك هو هدفهم الأساسي وهو ديدنهم منذ أن بدأ حصار محافظة تعز منذ 5 سنوات. نعم سيد نجيب، كانت هنالك دعوات لجميع الأطراف بإطلاق السجناء من السجون، خاصة أن أولئك السجناء الذين مسجونون بقضايا بسيطة ليست قضايا جنائية، لماذا لم يتم العمل بهذه الخطوة في تعز؟ وهل سيتم الآن العمل بها في الأيام القادمة بقية السجناء؟ بالتأكيد أنهم معرضون للخطر. بالعكس أختي العزيزة، نحن بدأنا منذ اللحظة الأولى قبل أسبوع تماما بمباشرة الإفراج عن السجناء في القضايا الغير جسيمة، وقد نزلت النيابة وباشرت هذا الإجراء وأطلقت عدد كثير من السجناء وأعلننا عن ذلك عبر مواقعنا الرسمية، وفي وقتها أن هناك تم الإفراج عن معظم السجناء، إضافة إلى أن الخطوة القادمة ستكون هي العد الأكبر في إفراج السجناء الآخرين. ويوم أمس كانت النيابة العامة حاضرة
لدى في السجن المركزي وأطلقت عدد كثير جدا أيضا من السجناء، لكن تفاجأنا عقب انتهاء المرحلة الثانية من إطلاق السجناء بقذائف انهالت على سجن النساء، وبالتالي حدثت تلك الجريمة والمجزرة البشعة. ونستمر أيضا اليوم استمرينا أيضا في إطلاق 124 سجين تقريبا، وستستمر المراحل طيلة الأسبوع القادم بإذن الله. نعم، إذن ابقى معي السيد نجيب، سأعود إليك. أعود إليك سيد توفيق، كما وصفت الانتهاكات المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، يقابله رد فعل ربما لا يرقى لمستوى الجريمة من قبل الفعل الدولي. ما سبب هذا الرد الفعل البطيء وربما المتخاذل من قبل المنظمات الدولية والأمم والعالم؟ اليوم الأمم المتحدة في اليمن هي تعمل على إدارة الحرب، لا حل هذه الإشكالية أو وقف هذه الحرب للأسف الشديد. منذ اتفاقية ستوكهولم إلى حد الآن، والمفترض أن يكون هنالك إنجاز حقيقي وملموس على الأرض. هنالك ملفات متعددة، أهمها ملف المعتقلين والأسرى، والذي إلى حد اليوم لم يتل حلحلته. من المفترض أنه في 20 يناير من عام 2019 يكون قد تم الإفراج عن المعتقلين وتم استقبالهم من قبل أهاليهم بواسطة الصليب الأحمر، ولا حد اليوم لم يحل هذا الملف، برغم أنه تم الاتفاق على دفعة ب1100 من قبل الطرفين، ومع ذلك لم يتم حتى هذه الدفعة التي تم التوقيع عليها في عمان. هنالك بند المتعلق باتفاقية بحصار تعز، وإلى اليوم ماذا عملت الأمم المتحدة من أجل حصار تعز؟ الإنجاز الوحيد الذي ربما في ستوكهولم هو ملف الحديدة، والذي شكل طوق نجاة لجماعة الحوثي. الحكومة يعني الأمم المتحدة دائما تخيفنا بأن الحديدة هي المنفذ الوحيد لحل إشكالية أو المعاناة الإنسانية في اليمن، وتناست أن هنالك منافذ بحرية يمنية في كل مكان، ومع ذلك هي حريصة على الحديدة. ليس إلا جماعة الحوثي تحاول أن تمسك العصا من الوسط، وتحاول أن تظهر نفسها بالطرف النزيه الذي لا يميل إلى أحد، مع أن كل المنظمات وكل الهيئات الأممية تعمل في صنعاء ولا تعمل في لدى الحكومة الشرعية. هنالك إشكالية أيضا ضعف ربما في الدبلوماسية، لكن نحن ندرك أن هنالك عدم جدية حقيقية في حل هذه المشكلة اليمنية. من خلال معرفتنا هم يقولون ما حك جلدك غير ظفرك، هم يقولون الحل هو حل يمني ونحن عبارة عن مشرفين أو ميسرين. هذه حقيقة سمعناها من ألسنة مبعوثين أمميين ذو صلة وثيقة بالملف اليمني، وبالتالي كل البيانات كل المواقف التي ننتظرها هي في حقيقة الآن من أجذر الرماد على العيون. أنا أضرب اليوم مثال ما حدث في محافظة صعدة قبل سنة تقريبا من قصف للباص الطلاب من قبل التحالف والمملكة العربية السعودية، أدين من قبلنا ومن قبل دول ومؤسسات وهيئات كبيرة جدا وعلى مستوى العالم. اليوم في سجن تعز إلى حد الآن ما هي البيانات التي صدرت على المستوى العالمي؟ المفروض الحكومة اليمينية تخاطب كل الدول كل الهيئات كل المؤسسات التي أدانت باص صعدة وهو مدان طبعا، وتطالبهم بإدانة ما حدث للسجينات. سيد توفيق، الناس لم تعد تعول على الحكومة الشرعية، فقدت ثقتها بها، والتعويل الآن عليكم في المنظمات المحلية العاملة وأنتم في جنيف. لماذا لا تقومون بتحويل الملف قانونيا، بتفعيل الملف قانونيا وقضائيا؟ نحن حقيقة نطرح هذا الملف، لكن بالنهاية تبقى المنظمات الحقوقية يدها قصيرة وإمكانيتها محدودة في التحرك. التحرك الدولي في النهاية الحكومة الشرعية معترف بها رسميا، مقبول مخاطباتها على المستوى الأممي بالدرجة الأساسية، قادرة أن تتحرك بحكم الدبلوماسية والسفارات الموجودة في الخارج، قادرة أن تستضيف، أن تعقد الندوات، أن تتواصل مع الشخصيات إلى غير ذلك.
لكن للأسف الشديد نحن نستغل المواقف العامة مثل انعقاد مجلس حقوق الإنسان، الورش العامة، الندوات، نعقد لقاءات مع مسؤولين هنا وهناك، لكن في النهاية ينتهي سقفنا هنا خاصة. ما الذي يمنع برفع قضايا دولية باسم الضحايا؟ أيضا تحتاج إلى إمكانيات وهي معقدة نوعا ما، لأن الأمر محتاج إلى توكيلات ويحتاج إلى ماذا نقول، توثيق من نوع خاص. هنالك اليوم قضايا على المستوى العام بدأت تتحرك، هناك اليوم في فرنسا قضية ربما تظهر بعد كورونا إذا مرت هذه الأزمة بالسلام، هنالك في بريطانيا ربما تتحرك. تبقى الإشكالية في جماعة الحوثي إلى أنه لا يمكن رفع قضية حقوقية أو دعوة قضائية ضد جماعة الحوثي باسمها كجماعة لأنها غير معترف بها دوليا، وبالتالي هنا هذه إشكالية قانونية. يمكن رفع دعاوى ضد جماعة الحوثي بصفات فردية، بمعنى نعم، بصفات فردية ضد شخص معين من جماعة الحوثي بأنه ارتكب جرائم، وهذه تحتاج إلى إثباتات وإلى أدلة يقينية واضحة ليقتنع بها القضاء الوطني ذو الصبغة الدولية في الدول الأوروبية. نحن أمام كثير من التعقيدات، لكن على الأقل نحن بحاجة إلى تهيئة الرأي العام وكشف جرائم هذه الجماعة بالدرجة الأولى. نعم، ونحن نقدر كل الجهود التي تبذلونها. سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة السام للحقوق والحريات، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. إذا عودة إليك يا سيد نجيب، هؤلاء أسر الضحايا، هؤلاء من المسؤول عن تعويضهم وملاحقة الجنى قانونيا وقضائيا؟ نعم سيدتي العزيزة، بخصوص من المسؤول عن تعويض هذه أسر الضحايا، إذا ما تحدثنا سنتحدث عن قرابة 7000 شهيد في محافظة تعز، وقرابة أيضا 23000 جريح. هؤلاء جميعا من سيعوضهم؟ طبعا يتحمل المسؤولية الكاملة هو من تولى هذه الجرائم المتوالية منذ 5 سنوات. تتحمل الأمم المتحدة أيضا مسؤوليتها، يتحمل دول التحالف أيضا التحالف العربي مسؤوليتها أمام هذه الأسر وأمام هذه الانتهاكات التي تطال أبناء تعز. بالتالي نحن في السلطة المحلية من الصعب جدا أن نتولى تعويض هذا الكم الهائل من الضحايا، لكننا نسعى فعلا بكل جدية إلى إيقاف مثل هذه المجازر اليومية، ولا يمكن أن تتوقف في حالة إذا ما استمرينا فقط نصدر بيانات واستنكارات وشكب وتنديل. لابد من أن تتحرك الجبهات بشكل جدي وبشكل قوي، في جميع الجبهات تتحرك في وقت واحد، لا أن تترك مجالا للحوثي يعبث سواء في تلك المحافظة أو في تلك المحافظة الأخرى. وبالتالي إذا كنا نريد فعلا تعويض أسر الضحايا تعويضا حقيقيا، علينا أن نتحرك بكل جدية إلى الجبهات، وأن تتحرك جبهاتنا بشكل جدي، وأن تدحر تعمل بكل قوة على دحر الحوثي وإنهاء جرائمه ومجازره اليومية. هذا على ما أظن سيكون أكبر تعويض لأسر الضحايا، ولا يوجد تعويض عن ما فقد من أبنائهم ومن معيليهم أكثر من أن يتم دحر الحوثي وإنهاء هذا التطرف وإنهاء هذا الانقلاب الذي طال أمده، رغم أن دول التحالف العربي كان بالإمكان أن تكون جادة أيضا في إنهاء هذا التمرد، لكن بكل أسف لا نعلم ما سبب إطالة هذا التمرد وبقاء العيون مفتوحة تراقب هذا التمرد سنة وأخرى، خاصة أننا في تعز محاصرون نعاني الأمرين. هناك اليوم فيروس كورونا يواجهه كل العالم بيد واحدة، عدا نحن في تعز نتعرض لأكثر من فيروس، أهمهم أخطرهم هو هذا فيروس الميليشيات الحوثية. تم حصارنا بشكل كامل، تم خنقنا من جميع الجهات، ويتم قتلنا في وسط المدينة. وبالتالي على جميع الجبهات أن تتحرك بشكل جدي حتى تخلص أبناء تعز وتخلص هذه المحافظة من عذابها ومن انتهاكاتها ومن تدميرها الممنهج الذي طال أمده. نعم، إذن السيد نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بالمحافظة، شكرا جزيلا لك، كنت معي من تعز. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من تعز الصحفي مازن فارس. مرحبا بك سيد مازن. إذن
ما الذي يمكن فهمه من هذا التزامن للتصعيد ضد المدنيين في تعز مع الدعوات المتكررة والمكثفة من قبل العالم لإيقاف الحرب وإيقاف هذا التصعيد والالتفات للوباء والعدوى الذي يهدد العالم أجمع وهو كورونا، بينما العالم يوحد جهوده لمواجهة كورونا يذهب الحوثي للتصعيد في الجبهات واستهداف المدنيين؟ بالنسبة للتصعيد الحوثي هو ليس بجديد، هو يأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في تعز. اليوم الإحصائيات تشير إلى مقتل العشرات من النساء إثر القصف الحوثي الذي استهدف السجن المركزي في تعز. هذا التوقيت لاستهداف الحوثي هو يأتي في إطار تنصل هذه الجماعة عن الاتفاقيات والدعوات الأممية للإبراج عن السجناء ووقف الحرب والذهاب إلى محادثات سياسية، خصوصا في ظل انتشار وازدياد المخاوف بفعل وباء كورونا. برأيك من الذي لديه القدرة والإمكانية لإجبار الحوثيين على الالتزام لهذه الدعوات والقبول بها والتعامل بها على أرض الواقع وتوقيف هذا التصعيد وأيضا الإفراج عن السجناء؟ بالنسبة لجماعة الحوثي سبق وأن خاضت مشاورات سواء على الجانب السياسي أو بالنسبة للجانب الإنساني اللي هو المتعلق بالأسرى. بالنسبة للميليشيا هي تتنصل عن كل الاتفاقيات ولا يمكن الحل معها سواء الحسم العسكري، لأنه سبق وأن تمردت وتنصلت عن هذه الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة. في الأسبوع الفائت كان هناك دعوات أممية عدة ودعوات دولية لوقف الحرب، إلا أن هذه الميليشيات استمرت في التصعيد وكثفت من هجماتها سواء على المدنيين أو على المستوى الميداني الجانب العسكري. نعم، إذن الصحفي مازن فارس كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. إذن المشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من فيينا رئيس منظمة سامن الحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، وكان معي من تعز مدير مكتب الإعلام بالمحافظة السيد نجيب قحطان، وأيضا الصحفي مازن فارس. والشكر موصول لكم على المتابعة ولزميلي معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.